لما تقول لابوك وامك انا عايز اروح الساحل وعايزين يا جدعان نوصل 1000 مشترك، ما فاضلش غير حاجة بسيطة. مش تعبان نفسيا، ممكن اكون تعبان ماديا، ممكن اكون تعبان سفريا، انما نفسيا لا. ايه الدخلة دي؟ انت عاوز ايه؟ عايز اطلع بره، انا نفسي اروح الساحل مرة افضي دماغي من كل الكار. ساحل اللي عايز تروح؟ انت تروح تلقح الزبالة يلا، انت فاهم؟ انت لسه هتنحلي؟ لي؟